العاصمة صنعاء مسيرة ثورية حشدة انطلقت من ساحة التغيير باتجاه مبنى رئاسة الوزراء، تطالب بتشكيل حكومة وطنية وترفض وضع اليمن تحت الوصاية الدولية. وفي ختام المسيرة الثورية أكدت حملة 11 فبراير عزمها اللجوء لكل الخيارات السلمية لإسقاط الحكومة، ودعت أبناء الشعب للاستمرار في تنظيم المسيرات والمظاهرات في سبيل تشكيل حكومة تستطيع أن تلبي طموحات الشعب اليمني. صفحة أخرى من صفحات سفر الثورة اليمنية. يخرج الشعب اليوم بعد القرار الأممي يعلن رفضه للوصاية الدولية، ويجدد التأكيد على أن مطلب إسقاط الحكومة لا تنازل عنه، كما يؤكد الثائرون أن كل الخيارات السلمية مطروحة في برنامجهم التصعيدي. لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وأقول له كل دم يسفك في الشعب اليمني، كل إنسان يجوع في الشعب اليمني، كل إنسان يمرض في الشعب اليمني أو يعرى، كلهم مسؤولين عنك، مسؤولين في ذمتك. لجميع منتسبي القوات المسلحة والأمن، لا ينسوا أنهم أقسموا بالله أن يحافظوا على استقرار البلد وأمنه واستقراره، فقد حان الوقت، بل هي الفرصة الوحيدة يكفروا، يعني يلفوا يمينهم أمام الله. البلد يقسم، البلد يشتت. وشهدت المسيرة الثورية حضورا نوعيا لعدد من العسكريين الذين سجلوا انضمامهم للثورة ضد الفساد في الأيام السابقة، كما كان لافتا انضمام عدد كبير من موظفي وزارة العدل للمسيرة الثورية أثناء مرورها بشارع العدل. نظرا لعوجاج الحكومة وعوجاج سلطتها وقراراتها، خرجنا ضد هذه الحكومة الذي أكبر دليل على فسادها هو موافقتهم للبند إلى الفصل السابع. الشعب اليمني لن يرضى، الشعب اليمني لن يستسلم، الشعب اليمني لا زال فيها أحرار، وهذه رسالة للداخل والخارج أنه لا تحلموا بأن تضعوا اليمن تحت الوصاية. ميدان رئاسة الوزراء سبق مرور المسيرة الثورية بانتشار عسكري كثيف مدعوم بآلات الجمع التي أكدت أن شيئا لم يتغير من عقلية المنظومة المثار عليها وفقا للثوار. شعبنا اليمني العظيم، إننا إذ نؤكد في مسيرتنا هذه على قوة وعدالة مطالبنا، نؤكد الاستمرار في النضال ودفع الغالي والرخيص من أجل الحرية والكرامة وغدا أفضل لكل اليمنيين. وكان الشعارات وهتافات الثوار نددت بأداء حكومة الوفاق. أهم الثوار من جديد يسترحون مأثرة أخرى عن طريق الاستمرار في الثورة الشعبية السلمية على أمل بلاج فجر جديد، فجر العدالة والحرية والدولة الديمقراطية. من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.